هيك ما ذكرت هذه الخوارزمية، خوارزمية اللينك ستيت مصممة من قبل العالم ديكسترا. طبعا هذه الخوارزمية تعتمد لينك كوست على كلفة اللينكات. هاي رقم واحد، هاي أهم شي بيها. تحط خط جوا لينك كوست نون على النودات، وراح نشوف كيف تعمل هذه الخوارزمية. هنا النقطة الثانية هي المهمة، كمبيوتر ليست كوست باث from one node اللي هو الأساسي source to all other nodes، أي بما معنى أنه سيبدأ حساب كلفة النقل من السورس الرئيسي أو الاتجاه الرئيسي إلى جميع الاتجاهات اللي موجودة في الشبكة. هاي راح يكون من خلال forwarding table، راح نسوي في الجدول معين، راح نشوفه لاحقا، أنه يسوي جدول معين بهذه الاتجاهات، يعني من السورس إلى النقطة الأولى، من السورس إلى النقطة الثانية، من السورس إلى النقطة الثالثة، وهكذا حسب الخوارزمية الأساسي. طبعا هنا النوتيشنز، هاي هذا الجانب يشرح لنا شنو هي المفاهيم الأساسية اللي موجودة بالجدول. سي اكس واي يعني بمعنى الكوست من اللينك اكس إلى اللينك واي، لينك كوست فروم نود اكس تو واي. إذا كان انفينيتي يعني إذا يساوي صفر، if not directed neighbor معناته انه هذا اللينك ما مربوط مع بعض مباشرة، يعني مثلا اللينك اكس مع الواي اذا طلع انفينيتي معناته هذا غير مربوط مع بعضهم. دي في معناته current value of cost of path from source to distance v، معناته الكوست من السورس الاساسي المصدر الاساسي الى ال في اللي هو الراوتر في، يعني معناته القيمة من المصدر الرئيسي إلى الفي اللي هو الراوتر في. وهنا البي في اللي هو بريسيدورز نودز along from source to v، يعني من أين قادم هذا السورس. البي ترمز إلى بريديسور الفي، يعني المصدر من الرئيسي إلى الفي هو نفس الراوتر. ان معناته sets of nodes whose least cost definitely known، أي بما معنى مجموع النودات اللي معروفة في هذه الخوارزم. طبعا هذا فد مثال بسيط على الديكسترا قبل ما ناخذ المثال الرئيسي. هنا أيضا عندنا هاي توبولوجي، هاي اللي يشوفنا فقط أنه كيف نعمل الجدول هذا اللي راح يدخل من خلال جدول أكبر من عنده، راح نشوفه في محاضرة أخرى إن شاء الله. فلنفرض انه هذا عندنا التوبولوجي، عندنا الديستنيشن يعني المصدر الوصول، واللينك الفي اللي هو هذا، كيف يصل الفي من اليو في يعني من هنا الى هنا. الاكس كيف نصل الى الاكس من اليو في اللي هو المصدر الرئيسي الى الاكس. الواي هذا الواي كيف نصل اليه من اليو اكس، شوف يعني من المصدر الرئيسي للاكس، يعني هذا المصدر هو الرئيسي. نفس الشيء الدبليو، الدبليو اللي هو صاير هنا، شنو المربوط بيه؟ مربوط بالواي. من راح يجي اذا؟ راح يجي من اليو اكس، ما راح يجي من اليو في. الزد اللي هو اخر واحد راح يجي من ايضا كذلك من اليو اكس، يعني من المصدر تاتي العمليات من المصدر. هذا هو الجدول الرئيسي اللي احنا راح نسويه بالنسبه للديكسترا، والاجابه على السؤال تكون بطريقه هذا الجدول. يعني فلنفرض هو نفس التوبولوجي، نفس الرسم النتورك، راح نجي نحط ستيبات اللي هي من 0 إلى 5. النودات اللي هي الرئيسية عندنا اليو واليو اكس أول انطلاقية واليو اكس واي. طبعا أول شيء نشوف احنا يا هو الأقرب طريق بالشورتست باث الخوارزمية الأولى، وراح ندرجهن هنا كلهن. يو يعني هو اللي أقرب طريق راح يكون للإكس اللي هو يو اكس y v w z، لانه حسب اللينكات اللي موجوده u x y u x ثم y، ممكن عن طريق ال v كذلك ان يكتب و z. هاي تكتب كل الخيارات هنا ثم نبدا، هذا ثابت فوق القوانين الاماميه او الرئيسيه. دي v هي القيمه من المصدر الى ال v، ثم البريسيدور اللي هي المصدر مالته، وكذلك ال W والمصدر مالته، وال X والمصدر مالته، وال Y والمصدر مالته، وهكذا. هنا راح نجي نكتب 2 U اللي هو 2